ما عندهمش عقود مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. عمر القادوري مشات كره للعناصر الوطنيه اتجاه عبد العزيز براده النصف العربي وضربه جزاء يعلن عنها الحكم لانتصار، ولو انه بطعم ودي سيكون هاما لترميم جزئي لبيت المنتخب الوطني المغربي الآن للسقوط. نتمنى ان يتم ترميمه اليوم ولو جزئيا بانتصار امام منتخب الجابون. يوسف العربي، يوسف العربي في تنفيذ ضربه جزاء، الكره سدت ينفذها بالعربي الفصيح، هدف اول اليوم عبر الله. نعم باذن الله نتمنى ان تكون اهداف للمنتخب الوطني المغربي على الاقل لارضاء هذا الجمهور الحاضر. كانت متابعه من ديدي اوفونو، لكن لعبها يوسف العربي في المقص الايمن في الزاويه البعيده ليصعب على اي حارس مرمى ان يصل لسد مثل ضربات الجزاء التي تحول العناصر الوطنيه. عبد العزيز براد كان نقص شويه، مازال الكره عادل تعرابت، عادل تعرابت والكره غابونيه على شط المتعه. نتمنى ان يحتفل المنتخب الوطني المغربي بهدف، هدف ثاني. لا 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 ولا محمد أبرود ولا محمد الضغيري. هدف يذكرني شخصيا بهدف يوسف المساكني في كأس أمم إفريقيا بالغابون مرة أخرى، هدف شبيه بعدما تلاعب بدفاع المنتخب الوطني. هو هذا المرة مليك فونا يستعيد حصة